السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. في هذا المقطع ودي أشرح لكم طرق تحميل اللعبة وطرق تحميل المود وسلبيات وإيجابيات المود. أول شيء، اللعبة أنا شاريها من برنامج ستيم تقريبا حول 12 دولار، وراح أحط لكم الرابط في الديسكريبشن. ممكن تتوجه إلى موقع اللعبة الرسمي وتشتري منها اللعبة، ويصير ما تحتاج برنامج أو متجر ستيم، تصير اللعبة عندك دايركت. يعني إذا ما عندك ألعاب ثانية على متجر ستيم، ما أنصحك أنك تثبت ستيم وتصير اللعبة شاريها من الموقع الرسمي وتحمل ملفاتها وتشغلها من سطح المكتب دايركت. أخف من أنك تتوجه إلى متجر ستيم وتشغل لعبة من هنا إذا كانت في تحديثات المتجر ستيم نفسه لازم أنك تحدث قبل تشغل لعبة، وغيرها من هذه التفاصيل اللي تطول عليك المسألة. طبعا في طرق ثانية أنك تشتري اللعبة مجانا، بتحصل هذه الشروحات في اليوتيوب، بتحصلها في مواقع تكتب بنشت مجانا. هي كلها حجمها يمكن 200 ميجا، والله ما أتذكر، بس أن حجمها جدا جدا بسيط، وراح تحصل 20 طريقة لتحميل هذه اللعبة. رابط المود هذا اللي انا استخدمه في سلسله بنشت اللي تشوفونها راح احط لكم في الديسكريبشن. مجرد ما تدخل الموقع تضغط على داونلود بينزل لك هذه الملفات. هذه الملفات اول شيء بتكون على شكل ملف مضغوط، تجي تسوي اكستراكت تو ميجا مود، هذا راح يفتح لك فولدر جديد ويصير الملفات مترتبه داخله، او تقدر انك تضغط اكستراكت دايركت كذا، اكستراكت هير، ويسدح لك الملفات في هذا المكان. من باب الترتيب كلهم نفس الطريقه، ولكن هذا بشكل مرتب انه يسوي لك اياه داخل فولدر. المهم، اي طريقتين اخترت راح يجونك هذه السبع او خلنا نقول الثمان ملفات. الملف الثامن هذا مجرد تعريف، اذا دخلته بتحصل في له اسامي المطورين وكل واحد معطينا لون، مثلا هذا المطور مسمي نفسه كد، وهذه الشغلات اللي ضايف لك اياها في المود. شغلات كثير، المباني تقريبا نفسها ولكن باشكال مختلفه كثير، وتحسينات في الجرافيكس وغيرها من الميزات الكثير في هذا المود. طيب اللي يهمنا الحين امسك السبعه هذلا نسوي لهم كوبي، وبعدها تيجي الى متجر ستيم. انا عن نفسي مثل ما قلت لكم شاريه متجر ستيم، بضغط كليك يمين مانج براوس لوكال فايلز، راح يفتح لي مفروض نافذه. شوف النافذه جت هنا، هذه هي النافذه، هذه ملفات اللعبه او مكان تثبيت اللعبه. فحتى لو انك شاريها مكان ثاني لازم انك تعرف وين انت مثبت اللعبه، وين تحصل هذه الملفات. تدخل على الفولدر الاول وين داتا، تختار مكان فاضي وتسوي بيست، راح يلصق لك هذه السبع ملفات، وكذا انت ثبت المود. باقي خطوه اخيره، الخطوه الثانيه بعد ما تشغل اللعبه راح تدخل على المودز، وبعدها بيكون عندك هذا الاكس مش موجود زي كذا، فلازم انك تمسك البارت 1 الى بارت 7 وتحط عليه علامه الاكس بحيث انك تكون مشغل. مجرد ما تشغلهم الجميع وتضغط اوكي، طبعا راح يظهر لك اشعار بالاحمر يقول لك ان هذه المودات فيها تعارض، اسحب عليه خلك مثبت السبعه كلهم، اضغط اوكي، بيقول لك هل تريد اعاده تشغيل اللعبه، بتضغط يس، بيعيد لك تشغيل اللعبه وبيرجعك نفس المكان. طبعا اكبر عيوب هذا المود انه تشغيل اللعبه ياخذ 3 إلى 5 دقائق تقريبا، خصوصا في البدايات، مع الايام راح تقل هذه الفتره، ولكن داخل اللعبه نفسها ما راح يثقل عليك ولا تحس انك مثبت المودات، فلا تخاف من هذه الناحيه. نصيحتي بعد ما تضغط يس ويطفي اللعبة ويشغلها، تعال هنا وتأكد ان هذا السبعة زي ما شفته، وانا توني مشغل لعبة وموجودين مفعلين وخلاص كله تمام التمام. فنصيحتي انك ترجع تطفي اللعبة مرة ثانية وتشغلها بحيث ان خلاص اللعبة تستوعب ان المودات هذه موجودة. وهذه الطريقة فادتني اني كل ما جيت أصور اشغل لعبة واسوي لود اسحب على المودات تكون دائما شغالة معي. لكن في حالة انك سويت يس وجيت ولعبت على طول، ممكن تواجه مشكلة انك في كل مرة تشغل لعبة لازم انك تيجي تحصلها كذا وتفعل الاكس او تشغل المودات كلها وترجع تنطفي اللعبة وتضيع لنفسك هذا الوقت بشكل يومي. فنصيحتي تتأكد مرتين ان المودات هذه خلاص تشتغل مع اللعبة من قبل لا تبدأ اي تخزينة. مميزات المود جدا كبيرة، من ضمنها اذا كانت تحضرني هذه الميزة صراحة عجبتني كثير، اذا رصيت مباني مثلا تحصل فيه طلعة هنا ما تقدر تبني فيها بيت، متشعب الى مودات كثير في نفس المود. يعني مثلا مقسم لك اللي شفناه قبل شوي بالازرق وبالاحمر وبالاحمر الثاني، وهذا كد نفس رصة المباني والقوائم هذه عند كل مود. فأنت ممكن تختار مثلا البيوت عجبتك عند هذا، مثلا تروح تختار البيوت الفلانية، أو تيجي عند ريد كاتشب تقول البيوت حقه صراحة عجبتني المود تبعه تصميمه. ونفس الشيء على المصانع، وأنا مغطي هذا الشيء في السلسلة، اللي متابع السلسلة بيعرف شغلات كل شوية طريق على شغلة. في شغلة ثانية جت على بالي من أقوى مميزات المود، إنك تقدر تسوي إزالة للأرضية إذا ما كانت مثلا مستوية وأنت راس مباني في هذا المكان، ممكن تزيلها وتخليها متساوية، حتى ممكن انك تسوي لك دوك كذا في هذا المكان. هذه ميزة جدا كبيرة، تخلي الصياد مثلا في هذا المكان، تقدر تلعب بالماب بالشكل اللي تريده.
فأكيد إذا أنت متابع السلسلة راح تعرف وش كثر هذا المود جدا مهم. في حالة أن هذا المود حسيته ثقيل أنصحك أنك ترجع، بحط لك برضه رابط ميجا مود القديم، مش ميجا مود 9 هذا اللي 7 بارتات، لا في ميجا مود بارت 1 تحمله وخفيف جدا على اللعبة وفي له أغلب ميزات هذه المودات، ما يحتاج أنك تكرر من أكثر مطور. في الإصدار القديم تقريبا أحد المطورين وكان شامل كل شيء. نفس الشيء في مود ثاني أكيد شفتوه اللي هو الكولونيا تقريبا اسمه، برضه راح يعطيك ثيم أو صور جديدة وساوند تراك غير، والجرافيكس راح يختلف معك شيء بسيط. ففيه مميزات المودات أنصحكم أنكم تجربونها. غير كذا إذا أنت شاري اللعبة من ستيم ممكن تيجي على صفحة اللعبة وتروح الوركشوب، بتنزل تحت هذه كلها مودات، ممكن تضغط على موست سبسكرايب ويجيب لك الأكثر اشتراكا من لاعبين ستيم، بتحصل هذا مثلا يعطيك خشب أكثر من الأشجار، هذا يعطيك ستون أكثر من يوم تسوي حصاد للستون، وغيرها من الأمور الكثير. 1473 مود موجود في ستيم، هذا غير المودات اللي خارج متجر ستيم مثل هذا المود اللي معطيكم إياه هنا، رابط خارجي وموقع خارجي ومطورين ثانيين. فاللعبة هذه بحر، أتمنى أنكم تستمتعون وتكونون مستفيدين من مقاطعي. لا تنسوا اللايك ونشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة نزلتها قبل هذا المقطع فلا تفوتها يا عزيزي المشاهد.